على قمة ربوة عالية تطل على شافشاون المدينة المغربية الزرقاء، يتربع مسجد بوزعافر. صرح يشهد على حقبة الاحتلال الإسباني لهذه المدينة التي بنيت على الطراز الأندلسي. بوزعافر كلمة باللهجة المحلية تعني صاحب الشوارب الكبيرة. تنتشر روايات عديدة حول التسمية، منها أن الحاكم العسكري الإسباني الذي بنى المسجد كان ذا شوارب كثيفة، وأخرى تقول إنه ينسب إلى المهندس الذي أشرف على البناء وكان أيضا ذا شوارب كثيفة. لكن آخرين يرجحون أن بوزعافر تحريف لأبي العصافير، كناية عن خصوبة المنطقة وكثرة العصافير فيها. المسجد بني نحو عام 1925 بأمر من الضابط فرناندو كاباز حاكم شافشاون، بغاية التقرب إلى الأهالي وكسب ودهم، وهو ما تفطن له أهل شافشاون الذين تأكد لهم أن الهدف من بناء المسجد استمالتهم واختراقهم واستدراج المقاومين الذين كانوا يتحصنون بالجبال الوعرة بهدف ضبطهم ومراقبتهم. لذا هجروا جامع الضابط الإسباني ولم يقيموا الصلاة فيه ولا أدوا فيه ركعة واحدة. اليوم مسجد بوزعافر واحد من المعالم السياحية المهمة بمدينة شافشاون. يستمد أهميته من موقعه الذي تحيط به العديد من الأماكن السياحية في المدينة الزرقاء، أهمها موقع رأس الماء، أهم قطب سياحي بالمدينة، وضريح سيدي بوجمعة، وموقع للا عائشة. Thank you.